بلاتي جمع مشى ليها تشدت لي بنتي. الحمد لله باب الله الحمد لله مفتوح. مشاهدين شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة طنجة، وبالضبط من حي بافلوري. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة اليوم صراحة كتحس النفس. السيد بعد ما كان خدمته كان كيخدم عساس ما بين ليلة ونهار، مشى يخدم خدمته بحال أي نهار، طاح بجلطة دماغية. هزوه داوه للسبيطار، قالوا له بلي تعطلتو، ما عرفوش اصلا الساعه بالضبط اللي طاح فيها، يعني بقى مده وهو مطيح بديك البراكه حتى عثروا عليه تما. اذا مشاهدين شوف تي في، حنا دابا اليوم متواجدين في الدار ديالو. السيد دابا هادي من السبت اللي داز ما كيهضرش، مشالو النطق في مره. معنا الاخت ديالو والام ديالو، هما غادي يحكيوا لنا على هاد المأساة اللي كتب ربي عليهم. تفضل. السلام عليكم. الله يخليكم. الخوت دابا عندنا واحد المشكل ديال هاد الاخ ديالي، هانتم كتشوفوا الحاله ديالو. مشى يعس، مشى عادي، قال دار كاسكروطه هكذا مع وليداتو بسلامه بسلامه. مسكين كيخرج مع ديك 8 ونص 9 هكذا، كيصلي الصليوه ديالو كيخرج كيمشي للعسه ديالو في امان الله. في الصباح المراه ديالو ناضت مسكينه، صوبت الفطير لولادها وصلاتو من المدرسه، جات ما لقاتوش، مشات للخدمه ديالها عامله مع واحد السيده بانها تعمل لها الشغل في الدار ديالها، مشات باش تعمل لها الشغيل وهذا. صونات مع ديك 9 ونص 10 الا ربع هكا، الناس كتعيط كتصوني كتصوني كتصوني، ما كيجيو حتى شي واحد. عاود عاوتاني عاودات، بقات كتصوني تصوني تصوني. كتهز واحد الخدامه تمايا حدا فين عساس، تما في واحد الفيلا تما فين حدا فين عساس، هزات التليفون قالت لها شكون خصني انت، قالت لها راجلك اجيرها مطيح في البراكه، راه الكشكوشه خارجه له على فمو ومطيح، والتليفون ديالو مطيح، حوايجو مطيح، مسكين راه ما عندك ما تشوف فيه، جيب لابينانس ولا جيب شي حاجه واجي اعتق راجلك. جات مسكينه كتجري، السيده مولا الدار الله يجازيها بخير عطاتها واحد 100 درهم، قالت لها مشي جري اعتق راجلك. جات مسكينه كتجري، هذيك لقاتو تما مطيح مول الطاكسي الله يجازيه بخير، الله يوقف معاه من هذا المنبر كنشكرو بزاف الله يجازيه بخير. هزوا معاها وصلوا حتى للسبيطار. مني وصلوا للسبيطار وداكشي، مني وصلوا للسبيطار بقاو عيطوا للطبيبه اللي كانت متبعها معاه، داكشي عيطوا لها، قال لها الدكتوره الله يخليك عندنا الحاله ديالك شنو شنو اجي دابا. مني جات قالت للمراه ديالو اش من ساعه طاح، قالت لها ودي انا غير عيطوا لي للخدمه، راه كيفاش عيطوا لي وراني جيت وجبته في الطاكسي وهادشي اللي كاين. قالت لها الله يخليك رجعي عاوتاني وشوفي لنا اش من ساعه طاح. مشات كتصدوق وكتصوني عينيهم، حتى شي واحد ما عطاها حتى شي حل حتى شي حاجه. عاد خرجت ديك الخدامه نيت اللي هي نيت اللي كانت النهار في الساعه الاولى اللي هزات التليفون وجاوبتها، قالت لها اختي انا راه الساعه فلان فلانيه هي فاش شفت التليفون اللي كندخل وشفت التليفون وشفت التليفون كيصوني هزيت باش جاوبتك باش جيتي هزيتيه. انا الساعه اللي طاح بالضبط راني ما عارفاش. مني مشات رجعت عند الطبيب قال لها صافي الحاله ديالو فات فيها الفوز، ما يمكننا ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. المهم هو معنا هنا ومستاجرات واحد اليومين. المهم غنديرو له سكانير، مشات طلبوا لها السكانير، مشات كتشوف الرامي ديالو، الرامي ديالو لقات سالات، لقات الوقت ديالها، قالت لها السيده اللي في هذا الاداره قالت لها الرامي مساليه. قالت لها اختي ما عنديش كيفاش نعمل، انا ما عندي حتى شي فرنك عندي هنايا، ما عندي غير شي 80 درهم ولا 90 درهم ما عنديش. قالت لها اختي ما عندي ما نعمل لك. بقات كترغبه وهذا الشيء، قالت لها عطيني لاكارت ديالك، عطاتها لاكارت ديالها، عدلوا لها السكانير الاول، عملوا التحاليل الاجراءات ديالهم وداك الشيء، وبقى الغد ليه عاوتاني نهار الاحد، قالوا لها عاوتاني غتعاود واحد السكانير اخر. عاودات السكانير،
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عاودات سكانير عاوتاني نفس المشكل، كنمشي عند السيد اللي عنده سكانير قال لك انا دابا انا كنهضر مع الطبيب في التليفون حيت كان مع الحد ما كاينش من طبيعه الحال ما كيكونش الاطباء. بقات هي كتبقينا دابا ساعه كنمشي عند الطبيب الله يجازيك بخير واش كاين شي حاجه واش جاوبوك بشي حاجه، قال لك لا والو حتى الغدا وصافي دابا ما كاينش حتى الغدا. نهار اثنين عاود نفس المشكل، جا الطبيب وداك الشيء قال لك صافي ما كاينش الحال هذا خصكم تخرجوه. هي بالليل اصلا ما حيت مراتو اللي كتبات معاه، انا كنجي عندها هكا بالنهار وهي مسكينه بالليل كتبات معاه. مني هذاك جا عندها الطبيب بالليل قال لها راجلك غدا خصك تديه اولا ديه دابا. قالت له دابا لينا ما عنديش فين غنديها دكتور، وغير بيت واحد والحاله لا يرثى لها، وعندي وليداتي صغار ومعي عجوز سي مريضه وداكشي انا ما عنديش كيفاش نعمل. قال لها احنا ما عندنا ما نديرو، احنا ماشي فاتحين ملجا، انا ما عندي ما نعمل لك الحاله ديالو دير الدار ديالو هادشي اللي كاين. الطبيب قال ليها حنا ماشي فاتحين ملجا. حنا ماشي فاتحين ملجا، كيشوف الحاله ديالو كيفاش عامله. كيشوف الحاله ديالو وكيشوف الحاله ديالو والناس، وهي مسكينه كتبكي كتقول الله يرحم والديك هادشي اللي كتشوف على الحاله ديالو راه الا غير تخنق، انا ما عندي لا الاكسجين لا والو لا حتى شي حاجه. قال لها انا ما عندي ما نعمله دي هذا دي الرجل ديالك. قال له هو يا هذا راه الرئيس ديال الجزائر بوتفليقه، وقعت له هذا وما عنده مشى ما خلى فيه مشى وما عنده حتى شي علاج، راه السيد مات صافي. هادشي اللي خسر عليها صافي وخلاها مسكينه كتجنن كتبكي. قال له غدا المهم حاولي دير الراجل ديالك راه ما عنده حتى شي. مني جيت عندها انا الغد ليه في الصباح قالت لي فوزيه اختي راه شنو 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 قال لي الطبيب. قلت لها خليه ماشي مشكل، غير خليه واخا يقول كلامه صافي ماشي مشكل خليه. عاوتاني جا الطبيب عاوتاني ديال العشيه مني جا قالنا ضروري خصكم تخرجوه، هذا اصلا راه كتب له الطبيب راه خصو يخرج. عاوتاني نفس المشكل حكينا له رغبنا طلبنا وداكشي، قال لك انا هذيك الحيط ديالكم بوحدها انا ما عندي ما نعمل لك، انا ما عندي ما نعمل لك، كاينين حالات اخرين ما عندي ما نعمل لك، كاينين حالات اخرين صافي. هزيناه كتبنا ورقه قالنا غدا غتديه للطبيب اخر ديال الراس، قالنا غدا ان شاء الله. المهم جبناه في بولانسيا انا وداكشي جبناه هنايا لدار الله هنا، تعذب تخنق لدرجه تزير بزاف حيت ما كاين لا الاكسجين لا والو، كلشي حيدوا له كلشي، خلاو له غير هاد التيو اللي كيدوز منه الماء وكدوز منه الدواء. لدرجه واحد النقطه غنزيدها لك الاخت الله يجازيك بخير، لدرجه المراه ديالو مشات عند الطبيب قالت له دكتور الله يخليك فهمني الدواء اش من ساعه غنعطيه له، الله يخليك اش من ساعه غنعطيه له، انا راه ما قاريهش ما عارفاش. قال له عطيه الدواء وصافي، مشي بحالك عطيه الدواء وصافي. هذه النقطه اللي خسر عليها، ما قالش كل دواء ما عطاهاش، راه الدواء فين هو غادي نوريه لك، ما في حتى شي شرطه، مشينا غير الفارماسي انا هما اللي مساكن بقاو كيوضحوا لنا. قالنا ما عطيه وصافي، ما عندنا ما نعمل لك مشي عطيه وصافي. هادشي اللي كاين. مني جبناه الحاله ديالو دهورت بزاف، السيد زير ولا زرق ولا زرق ولا كيسيب حاجه الكشكوشه ديالو صفراء. تخلعنا الوالده عندي كتعاني بالسكر داكشي الشيء. شحال الوقت دابا باش جبتوه؟ جبناه امتى جبناه ناعمه؟ دابا اليوم ثلاث ايام، اليوم ثلاث ايام باش جبناه. اليوم ثلاث ايام داك النهار، المهم داك النهار اللي فاش جبناه غادي وقع له هاد الحاله هادو، الكشكوشه ديالو خرجت له صفراء من فمه والوجه ديالو زرق، وهنا جهه الخدود ديالو ولاو صفرين بزاف وكيخرخر بحال شي حاولي مدبوح. حنا تخلعنا عيطت للطبيبه حيت الطبيبه تما عطاتني النمره ديالها، رغبت قلت لها الدكتور عطيني النمره ديالك باش الا وقعت لي شي حاجه نعرف شنو غنعمل، انا ما عارفاش لما غنعيط. قالت لي واخا النمره ديالي مني عيطت لها وداك عيطت لها قالت لي واش كيفاش، قلت لها ولا زرق كيخرج الكشكوشه كيفاش كيفاش، قالت لي عيطي ليهم عيطي لابينانس عاود وردي لهم باش ينقيو له حقه يخويو له الصدر ديالو. قلت له دكتوره ان شاء الله جبناه من هذه من السبيطار. ان شاء الله جبناه من السبيطار خلف الطريق خصك تعطي البولانسيا تخلصيها بالدقه والتفليقه. وهي المهم هي مسكينه مشات دارت داك السكانيرات ودارت داك الشيء حطات غير لاكارت ديالها، قسما بالله هي باقا دابا لاكارت ديالها راهي محطوطه في الصندوق. اللي غيكون شي محسن ولا شي حاجه وبيدو غيمشي غيلقى لاكارت ديالها، هي تما باقا محطوطه في الصندوق ما خرجناها ما حتى شي حاجه. بغات غير دير الراميد على حساب عندها العيله تخلعت لها عواجت لينا تما في السبيطار طاحت مسكينه. شحال عندها في عندها دابا طلع في 12 عام.
على شنو وقع لما شافت الاب ديالها تاثرت؟ شافت الاب ديالها وداكشي كيخرخر هكاك وداكشي مسكينه وشافته هكاك عاملين له دوك الاكسجين وداكشي معمره شافته هكاك صافي تخلعات عينها تقلبوا درعتني عمتي راسي راسي شي عرق كيضرب ليا في راسي صافي طاحت مني طاحت بدينا كنغوتو على الاطباء باش يجيو على الله يحتقوها وداكشي قال لنا غير خرجوها 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 برا يضرب فيها الهواء هزا الولد ديالي خرج على برا باش يضرب فيها الهواء داكشي مشى جاب لها قرعه د الماء وصافي قلت له ديها للدار صافي العائله ما تخليهاش هنا ديها للدار دابا رجعت مني 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 طاحت من تما دابا هذه المره الرابعه الرابعه عاود طاحت بهذيك د السبيطار وحده وهنايا ثلاثه باش بدات عاود نفس كتعاني بديك الحاله لحد الان ما نكذبش عليك اختي قسما بالله الا دابا ما 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 ما, ما كاينش باش غتدي حتى بنتها للطبيب وحتى الرامي دابا لاكار ديالها هي محبوسه عندهم تما باش غتصاوبها وتعاود دي بنتها وتشوف المهم الراجل هانت اختي كيف كتشوفوا فيه ها هو مشلل ها هو ها اختي ها اليد والرجل ها هي اختي ها الرجل مشلل لا ها هي اختي قدرنا شلل نهزله ولا هكا غتبقى ها الرجل اختي هالرجل الرجل مشلل ها كيف كتشوفوا ما كيهضر ما كيتكلم هذه هي طاحت له باش كنعطيو هي ياكل ها هي باقا عامره ها يلا طاحت مشيت غير باش نهزو باش نقادو ها هي يلا طاحت اقسم بالله الا يلا طاحت تمشيت غير باش نطابو عليه ضره غير واحد اليد هذه باش كي باش كي باش كي هاد كي ضر شي حاجه مسكينه غير بهاد اليد ها هي اختي هاد اليد هذه ها هذه مسكين باش كي صاف الحالة هي هادي أختي والأم ديالو مسكينة عاوتها هي مريضة حالتها ها هانت كتشوف الحالة ديال الأم ديالو هاهي الحالة ديال الأم ديالو أختي ها ما عندي منضرق عليك لا شنو عندها الأم ديالو الأم ديالو واش عندها باش معين باش مريضة السكر هو اللي أثر لي على رجلها أثر لها مسكينة تاع على عينيها وعلى رجليها هانت كتشوف هاهي راه شوف شحال ديال الدوائيات تما الحمد لله على كل حال واخا فاش وقعت له هادشي هذا الناس اللي كانت اللي كان خدام معاهم تفكروه جاو عاونوكم شويه لا لا والو كان شيئا لم يكن اللي عمره ما كان حتى شي واحد ما جا عاونكم حتى شي واحد ما صافيه لا حتى تليفون حتى حاجه مره حتى حاجه حتى التليفون ديالو واحد التليفون صغيور ما عرفت فين هو فين مسيب ديالو ما صوناش كاع راه هو شاعل بقى اصلا شاعل انت كتعرفي دوك التليفون الصغيورين كيبقاو شادين هذا كيبقاو شاعلين الحالة ديالو زعما صراحة لا إله إلا محمد رسول الله لا إله إلا الله والوليد ديالو قلت لي بلي سردتو شي واحد الفاس العايل سردناه الفاس على حسب الحالة هذا الصغير الصغير راه هو في يما الصغير يلا عنده دابا عامين وفي شهر خمسة يكمل ثلاث سنين يكمل ثلاث سنين بدا في ثلاث سنين والوليد اللي سردتو الفاس شحال عنده تسع سنين صرت علاش صرت سردنا عند عزيزه الحاله ضعيفه بزاف ما عندهم شي مساكن وصردوا يقرا تما واخا دابا شنو كطلبوا دابا كنطلبوا المحسنين يشوفوا بعينهم يحنوا بقلبهم هادشي اللي كاين اللي كاين هو هذا الله يجازيهم بخير الانسان هو مسكين دابا غير كاري هنايا والمعيشة الوليدات ولا مشات المرأة مسكينة تخدم هكا تجيب ديك 100 درهم ولا تجيب ديك 150 درهم ولا هذا الا هذا غادي يموت هاي مقابلة جوج د الناس مرادين انا بدي كتشوفي انا بدي خدامة غير عند الناس واخا خلينا الرقم ديالك باش الا بغى شي واحد يتواصل معاك واخا حبيبي واخا 06 69 73 64 61 والله يجزيهم الله يجزيهم الله يوفقهم الله يقدرهم الله على فعل الخير الله يقدرهم على الخير الله يجزيهم الله اللي غيجزي كل واحد اللي عطى شي حاجه هنا في الدنيا عند الله كيجبر عند الله بالحسنات بالالوفات كيجبر عند الله سبحانه وتعالى اذا مشاهدين شوف تي في لا حول ولا قوه الا بالله كيف ما شاهدتوا معنا سبحان الله زعما الانسان كيف كيكون بصحيحته ما تقدرش تعرف ما بين نهار وليله شنو مكتب لك ولا خطاتك الصحه راه خطاتك خطا كلشي لا حول ولا قوه الا بالله سيد كان خدام ما به ما عليه نهار اللي طاح معقل عليه حد حتى الناس اللي خدام معاهم معقل عليه حتى شي حاجه قدر الله ما شاء فعل قدر الله ما شاء فعل راضيين بحكم الله سبحانه وتعالى
الحمد لله الحمد لله. اذا مشاهدين شوف تي في كنتوا معنا في هذا البث المباشر من مدينة طنجة. مع السلامة.